to teach you how to make the perfect scrambled eggs. I know that it sounds like you can't get scrambled eggs wrong, and you can't, but you can also get them perfect and beautiful and fluffy and delicious. I'm going to show you just how to do that. All you need to do is get yourself some beautiful eggs, free-range ones, and crack them into a large bowl. And then the thing about scrambled eggs is it's all about what you add to them. كنت عايزة أخد رأيكم في حاجة. أنا متجوزة بقالي 7 شهور، بس حاسة إن في حاجة ناقصاني مع جوزي. ألو، أيوة يا مامي، ألو يا مامي، سامعاني؟ أنا كويسة، وحشتيني قوي. انتي عاملة ايه وازاي بابي؟ لا، انا في البيت مش في الشغل. النهاردة الجمعة، زياد نزل يصلي. قوليلي عاملة ايه وبابي كويس؟ انا عادي يعني، كله كويس الحمد لله. طب اديني بابي يسلم عليه. ايه؟ مامي اديني بابي يسلم عليه. الو، ازيك يا بابي؟ وحشتني قوي. انا كويسه الحمد لله. انتوا مش كنتوا قايلين جايين في مارس؟ ليه غيرتوا رايكم؟ مش سامعاك يا بابي. ايه بابي، النت وحش قوي، ممكن تكلمني عادي؟ على الاقل اعرف اسمعكوا كويس. الو، بقول لك يا زيزو، تفتكر الحوار ده هيخلص؟ والله العظيم هيخلص يا ابني. الشركه عاوزه ناس كتير، وبعدين هم عاملين اعلانات، وبعدين هم كده كده عاوزينك من الاول. ما انا عارف، دول عمالين يبعتوا لي كتير والله. ما انا عارف. بص، هرجع واقول لك تاني، لو انت مش عاوز الشركه دي وعايز تستناني وتخش معايا شريك في المكتب، انا تمام جدا معاك. بس خد بالك، انا فاضل لي مثلا بتاع شهر او شهرين على ما احمد حسين شريك يجيب لي الفلوس. ماشي. بص، مرة هجرب مع شركة RNG دي، لو لقيتهم تمام هكمل معاهم، لو مش تمام هتلاقيني أنا من نفسي بقول لك يا زيزو خدني معاك، يا إما هرجع أبو ظبي وخلاص. لا، خدني معاك يا زيزو، مفيش أوبشن أبو ظبي تاني. ما دام قررت ترجع مصر ما ترجعش في كلامك بقى، يا راجل ده أنا ما صدقت إنك رجعت. طب ربنا يسهل. بقول لك أنا هروح بقى، أطلع رايح شوية. طب بقول لك إيه، ما تعدي عليا بالليل نلعب لنا ماتش بلاي ستيشن كده ونتعشى مع بعض. أمال أنا جايبك ساكن جنبي ليه؟ جايبني عشان أشيلك في البلاي ستيشن؟ لو أنت حلو، لو بتعرف تشيل. عدي عليا بس. لا، انا اصلا عندي حوار النهارده كده مع واحده. الله، انت لحقت؟ طبعا. طب اقول لك ايه، طب ما تجيبها اعرف على اسمك مراتي يبقوا اصحاب. يا عم لسه متعرف عليها، اعرفك عليها ازاي؟ خلاص هاتها واتعرف عليها انا. استناك. ها، طب هلغيها واقول لك بس. ماشي، كلمني. ها، سلام. يلا بقى. سلام. كويس المرة دي ولا غلط برضو؟ أدوق الأول. طبعا. هو شكله يعني هو اللي دلوقتي حلو. خلاص خلاص، كفاية كفاية. هو ده بقى اللي اتقال عليه سكرامبلد على حق. برافو، الحمد لله. والله كنت هطلب الطلاق منك لو قلت لي غلط برضو. طلاق ايه بس؟ هو انا مجنون هطلق الصاروخ ده كله عشان طبق بيض؟ صاروخ؟ طيب، الصاروخ عايز ينطلق، احنا ويكند لازم نخرج مع بعض. بص يا حبيبتي، انا هفهمها لك براحة جدا. احنا طول الاسبوع بنصحى كل يوم 7 الصبح، ننزل نتهرس في الشوارع ونعمل ميتينجز ونقابل ناس ما يعلم بها الا ربنا. فالمفروض بقى ان الويكند نعمل ايه؟ ناكل بيض وننتخ ونكمكم في البيت بس. يعني انت مش هتروح الجيم؟ هنهرج ولا ايه؟ الجيم حاجه واللي انا بتكلم فيه حاجه تانية. الجيم زي الاكل والشرب. وبعدين بعد الجيم يعني احنا عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها وهنتبسط برضه. بعدين يعني احنا لسه عرسان جداد. جداد ايه الاوفر ده؟ لا طبعا، احنا بقالنا 7 شهور. 7 شهور كده قدام يعني خللنا ولا ايه؟ 7 شهور يا حبيبتي، زيتي مني ولا ايه؟ لا والله مش قصدي، بس انا بحس ان احنا متجوزين من زمان. عشان انت بتحسبيها من ساعه ما تعرفنا على بعض، مش من ساعه ما اتجوزنا. ده على السنه ونص اللي انا عرفتك فيهم في الشركه، اللي كلهم ما عملتش فيهم اي حاجه غير صباح الخير، مساء الخير،
وفي الاخر انا عايزه اتجوزك. هو ده اللي انت عملته بجد؟ ما انا اقول لك كنت بعمل ايه. انا كنت قاعد بفرج عليكي كده من بعيد وراقب وحلل عشان ما هجمش مره واحده. ايه تهجم؟ ايه الالفاظ دي؟ يعني خلصت الموضوع ان احنا مش خارجين صح؟ طب انا اقول لك على حاجه، انا كده كده عزمت كريم عشان يجي لنا بالليل ونتعشى مع بعض، واحتمال كمان يجيب صاحبته. هو انت ازاي بتعزم ناس عندنا في البيت من غير ما تاخد رايي؟ نعم اه صح، انا اسف. المره الجايه ان شاء الله لما اعزم واحد صاحبي هقول له ثواني بس استاذن من مراتي وارجع لك تاني. مش عيب على فكره، افرض انا عندي بلانز تانيه. وبعدين مين صاحبته دي اصلا وجايبها من انهي راي عشان تخش بيتنا؟ صاحبته حبيبتي تعرف عليها وجايبها عادي تصاحب عليها، اكيد مش لقطه من الشارع. راح فين؟ راح اغسل سناني. شنو البيض ها؟ انا كمان لازم اغسل سناني. ليه يا حبيبتي؟ كل ده لسه ما لبستيش؟ هقوم البس اي حاجه يعني. هما خلاص قربوا؟ اه فاضل لهم حوالي ربعايه وكانوا هنا. اقول لك حاجه بصراحه؟ قول. انا ما برتاحش الكريم ده. ليه؟ معرفش، صايع كده وبتاع بنات، وانا اصلا ما بحبش الشخصيات دي. وبعدين بصراحة خايفة يرجعك لأيام زمان وترجع بتاع بنات تاني. أنا مش عارفة إيه اللي رجعه مصر ده. طب أنا هقول لك على حاجة. عارفة الانطباع اللي عندك ده بسبب إيه؟ عشان الحكاية ده. استنى. إيه يا حبيبي أنت فين؟ تحت؟ طب اطلع يلا. أه مستنيينكم يا حبيبي. ماشي يلا مع السلامة. نكمل بقى عشان هما طالعين بسرعه كده. الانطباع اللي عندك سبب حكايه انا كنت بحكيها لك زمان عن انا وكريم بنات وخروج وكلام من ده، بس احنا كنا عيال ومراهقين. دلوقتي انا راجل متجوز وبحب مراتي، هو على فكره فاهم وعارف ده. واقول لك على حاجه كمان، انت عارفه ان كريم عاوز يتغير وبيفكر فعلا يتجوز؟ والله العظيم عشان خاطر يا بيبي قابليهم كويس. اكيد هقابلهم كويس، يعني انت فاكرني قللت الذوق؟ لا يا حبيبتي. طب يلا بسرعه البس يلا. ماشي يلا. تعالى تعالى راح فين؟ تعالى بس تعالى تعالى تعالى. أيوة استنى استنى استنى، خد ما أقول لك، خد ما أقول لك. تعالى ودي، طب تعالى هنا، والتانية والتالتة. سامو 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 سامو. لا حبيبتي ميرسي، ما باكلش فشار. ايه دايت ولا ايه؟ لا مش دايت، بس بينفخني كده. طب انا عندي كريم كراميل اجيب لك؟ لا 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 ولا حاجه، مش قادره. على العموم انا كده كده عامله عشاء. والله ملوش لازمه ان انت تتعبي نفسك. انت بقى تعرفي كريم من زمان؟ تقدري تقولي من اسبوع كده. يا راجل خلص بقى خلص. اسبوع؟ يعني تقريبا ما تعرفوش بعض خالص. اصل هيحصل ايه يعني؟ هيطلع ايه؟ كل الرجاله بقت كتاب مفتوح خلاص. اه ده انت خبره. قصدك ايه؟ ايه ده، ايه ده انت قفشتي ولا ايه؟ انا قصدي ليكي تجارب وكده. لا عادي يعني، كان عندي كام علاقه في حياتي كده، بس بسمع كتير من صحباتي زميلاتي في الشغل كده يعني. بتشتغلي ايه بقى؟ بشتغل مضيفه الطيران. واو شغلانه حلوه قوي. اه حلوه بس هي مرهقه قوي. تعرفتي بقى على كريم في الطياره ولا ايه؟ لا انا وكريم اتعرفنا في عيد ميلاد واحده صاحبتي. انا دلوقتي اصلا سايبه الشغل وبدور على شركه تانيه. جول 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 جول. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده مش قلت لك، مش قلت لك هشيلك؟ رايح فاضل خمس دقايق لسه. اتفرج يا ابني اتعلم. سوري انا اسف، انا كان صوتي عالي معلش، انا صوتي بيبقى عالي بس في البلاي ستيشن، بس انا مش كده في الحقيقه. ايوه شويه فلفل شويه فلفل. الله ريحتها حلوه قوي. انت اللي عاملاها دي يا اسماء؟ اه طبعا. لا خلي بالك اسماء جامده في الطبيخ، هي اكله واحده بس اللي بتجنن منها. ايه بقى؟ والله كان يعني كان، بس هي دلوقتي بتعملها حلو بصراحه. استنى استنى اقول لك، سكرامبلد ايج صح؟
انت عرفت منين؟ اه ده انت مسيح لي بقى. والله ما مسيح لك خالص، انا بس عارف صاحبي كويس قوي. هو زيزو بيتجاب من ايه؟ يا اما سكرامبلد ايجز يا اما بيض بالبسطرمه، معروفه يا عم ده. والله العظيم منع البسطرمه في البيت، تقولك بتعمل ريحه مش حلوه. عندها حق بصراحه. ممكن بقى تبطلوا كريم وتاكلوا؟ تسلم ايدك. ساعدك يا حبيبتي؟ لا لا خلاص انا خلصت، ادخل دول المطبخ وخلاص. على فكره انتوا بتشربوا سجاير كتير قوي. معلش بقى. يا كيمو. يا حبيبي عامل ايه؟ يا زيزو عايز اقول لك السهره جميله جدا والله. حبيبي نورتني والله. بقول لك ايه؟ قبل ما اجي لكم شركه ار ان جي كلموني وقالوا لي ان هم عايزين يقابلوني يوم الاحد. يا راجل. طب ما قلتليش ليه يا ابني ما انت كنت قاعد معايا؟ ما عشان ندى كانت موجوده وانا مش عايزها تعرف ان انا لسه بدور على شغل. اه اوكي فهمت. مين بقى اللي كلمك؟ صادق صبحي ولا مين؟ لا بيتهيألي واحده اسمها ساره باين. ساره رؤوف. اه عارف. طيب يا حبيبي على خير ان شاء الله. ربنا يوفقك. يا مسهل. وبقول لك سلم لي على اسمك جدا واشكرها لي. يوصل يا حبيبي ان شاء الله. سلام يا حبيبي. مع السلامه. تصبح على خير. ايه في ايه تاني؟ يا حبيبتي وكان في اولاني عشان يبقى في تاني. لا عادي بسال عايز ايه يعني؟ مش عايز حاجة، راجل كلمني وطلب مني ان انا اشكرك بس. الله اكبر. دعيت لله والصلاة والسلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرام. جامعة إن شاء الله. لما بشوفك بتصلي كده بغير منك. والله اللي غيران مننا يعمل زينا. الحاجة الوحيدة اللي بلوم عليها بابي ومامي إن هما ما عودونيش إني أصلي. وأنا أبويا ما كانش شيخ زاوية على فكرة. أنا ما حدش عودني على الصلاة. أنا اللي عودت نفسي بنفسي. بصي أنا أقول لك على حاجة. خلي الصلاة حاجة لوحدها كده، طلعيها بره أي حاجة في حياتك. إن شاء الله. هتوصلني؟ هوصلك حبيبتي، أحسن من أوبر والكلام ده. أنا كده كده أصلاً هروح المكتب أشوف المهندس عمل إيه. دقيقة بالظبط هلبس وأجيلك، ماشي؟ اقعد يا زينة. خير يا مستر صادق، في ايه؟ محمود الالف يا ستي. ماله؟ دوشني كل شويه بيكلمني من دبي، بيكلمني على الموبايل اللي اسمه ايه؟ 7M. ايوه 7M. اللي ايه الاسم ده؟ يلا ما علينا، عايزين نخلص بقى يا زينب وناخد الديل ده. والله يا مستر صادق القصه دي مش عندي، المشكله دي كلها في الماركتنج ديبارتمنت، يعني عند اسمت. طب هي جت ولا لسه؟ والله ما عنديش فكره، وانا اصلا لازم انزل حالا عشان عندي ميتنج في مصر الجديده. طب يلا الحقي طيري. اوكي باي باي. ابقى قابليني لو وصلت. باي باي. عزيزو. لا انا نازل اهو قابل صادق. طيب خلاص يا معلم هكلمك اول ما اخلص. مشت عليك. سلام. على فكرة يا كريم أنا عارف قيمتك كويس جدا. يا ابني أنت صوتك مسمع. أقول لك حاجة؟ أنت تستحق أصلا تقعد مكان أنا الشخصية. بس أنا عايز أفهمك حاجة صغيرة قوي. أنت لو حطيت رجلك في شركة زي شركتنا دي وبقيت ماركتنج سوبرفايزر مش هتبقى خطوة لورا أبدا زي ما أنت بتقول. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة يا مستر صادق. بيتهيألي هيبقى صعب شوية. أنا كنت فاهم إن أنتوا مكلميني عشان البوزيشن بتاع الماركتينج مانجر.
بس انا بصراحه مصدوم شويه. ما هنسى، انا مش هسيبك ولا هخليك تمشي من تحت ايديا المره دي. هتشتغل معايا يعني هتشتغل، اوكي؟ بص، حط رجلك في الشركه بس، وانا كلمتي ما بتنزلش الارض ابدا. اول ما بوست عالي يفضى هحطك فيه. خلاص اتفقنا؟ قول اتفقنا. اتفقنا. بس طيب مين الماركتنج مانجر هنا اصلا؟ اسمه النجدي. انت بتعرفش ولا ايه؟ تقول مين اسمه النجدي يا ابني؟ مراد زياد عبد الهادي. في انتوا مجانين ولا ايه؟ انت غريبه قوي، ازاي ما يقوليش؟ هو مش قايلك؟ اه والله ما قايل. ده غريب جدا. والله العظيم انا ما عارف ده دماغه ايه. طيب يا ابني، اذا كان هم اصلا متعرفين على بعض في الشركه هنا، امال انتيمو ايه بقى؟ ايه ده بجد؟ لا انا اصلا كنت مسافر في ابو ظبي، فهو لما قال لي اتعرف عليها في الشغل كنت فاكر في الشغل ان جنرال مش هنا في الشركه. طيب انت عندك مشكله ولا حاجه في الموضوع ده؟ لا خالص عادي، بالعكس ده يشرفني. طب يلا يلا بينا يا معلم. يلا مستني ايه؟ صباح الخير يا اسماء. صباح النور، ازيك يا مستر صاد؟ اتفضل. ميرسي. يا ابني انت مكسوف ما تيجي. ازيك يا اسماء، عامله ايه؟ كريم ازيك؟ ايه المفاجأة دي؟ تعمل ايه هنا؟ على فكرة زياد جوزك ده غريب جدا. اه هو زياد غريب فعلا ساعات. لا هو غريب قوي قوي يعني بصراحة. ليه؟ انا مش فاهمة، هو في ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ البيه ما قلكمش ان انتوا هتشتغلوا في الشركه مع بعض؟ فعلا انت هتشتغل هنا معانا؟ يعني غالبا اه، بس بيقولوا المدير بتاعي صعب قوي، مش عارف لو هو بلعني قوي ولا لا. ليه؟ هتشتغل مع مين؟ اسمه النجدي، الماركتنج مانجر هنا. كريم توفيق، الماركتنج سوبرفايزر. حبيبتي انا لو كنت قلتلك من الاول انت ما كنتيش هتتعاملي معاه بعفويه، وكنت هتفكري بقى ازاي اقابله كويس وبكره اتنك عليه وشغلانه كده، انا ما كنتش حبيبها. في نفس الوقت لو كنت قلتله كده هيقول لي طب انت ليه اسمك انت مش قايل لها، فاهم حاجه؟ فانا قلت اسيبها تيجي بالظروف وخلاص. والله انا شايفه ان كل ده اوفر، ما كانش الموضوع مستاهل كل اللفه دي. معلش بقى، هي جت معايا كده خلاص، والله دماغي جابتني لكده. ماشي كويس، خليه يشتغل، انا هلففهولك حوالين نفسه كده عشان ما يبقاش فضيله تخرجك مع الناس اللي زي اشكال ندى دي. الله، ده انت بتغير عليا بقى. لا طبعا انا ما بغيرش، بس انا ما بحبش حد يضحك عليا. لو عرفت انك بتخرج مع واحده من ورايا والله ما هتلاقيه. بتعرف انت كلامك ده بيضحكني، والله العظيم بيضحكني. ليه يا بنتي؟ حد يبقى متجوز اسم النجدي ويبص لبره؟ ده يبقى مختل عقليا. اهو كلام. طب انا هقول لك على حاجه اول مره اقولها لك، بس ما تتعامليش مع الكلام ده غلط. انا اول مره شفتك فيها كانت فكره ان انا اكلمك اصلا حلم. كون اتجوزك بقى ده ولا كان عمره يجي في دماغي، يعني ما كنتش اتخيله اصلا. فلما اتجوزك انت تشك ان انا ممكن اخونك؟ طب ازاي يعني؟ ينفع؟ هنشوف. معشان خاطر اطلب منك طلب. وحياتي عامليه كويس، والله العظيم كريم ده زي اخويا بالظبط. ممكن افكر. طيب هو انا يا مستر صادق لما اطلب من الاداره الماليه رد بقالي اسبوع ومحدش فيهم يكلمني، اجي انا اتحاسب على ده ليه؟ ايوه بس هو ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط كده. بونجور. طيب انا عايزه حضرتك تكلمهم وتعرف منهم ليه ده حصل، وقول لي ردوا عليك قالوا لك ايه. طيب ميرسي. ايوه ازيك يا كريم؟ كويس الحمد لله، مع اني متوتر شويه. متوتر ليه؟ بصراحه كده حاسس ان انا وجودي هنا مش على مزاجي. ليه بتقول كده؟ مش عارف، احساس كده بيقول يعني ان انتي مش بلعاني، وبصراحه انا غلبان جدا والله. مين ده اللي غلبان؟ الله يسامحه اللي كان السبب في السمعه المنيله دي. هي من ناحيه منيله فهي منيله خالص. ظلم صدقيني.
لا مش ظلم. بص بقى عشان تبقى فاهم، انا عندي معاك مشكله واحده. انا زياد كان دايما بيحكي لي انك بتاع بنات جدا، وبتصاحب 3 و4 بنات على بعض، ولو واحده مش عارف توصل لها بتروح تخطبها عشان خاطر تصاحبها وبعد كده تسيبها. وانا ما بحبش الرجاله دي، وما بحبش الراجل اللي بيستقوى على البنات. ومش معنى انك تستقوى على واحده انك تروح تضربها، انت ممكن تستقوى على البنت بمليون طريقه تانية. اولا انا مش مصدق ان زياد فضحني بالشكل ده. ثانيا بجد بصراحه الكلام ده كان من زمان جدا، كنت عيل وعبيط وبعمل حاجات واذيت ناس كتير فعلا، بس انا اتغيرت وكبرت وعقلت بجد. يعني مش نفس الشخص اللي قاعد قدامك اللي زياد بيحكي عنه. بدور على استقرار، حب، جواز، ما رجعت مصر ليه يعني؟ يا رب يكون اللي بتقوله ده حقيقي. هتشوفي. المهم عايزين بقى نتكلم في الشغل. احنا دلوقتي في توكيل موبايلات مهم جدا عايزين ناخده، اسمه 7M. اكيد انت سمعت عن الموضوع ده لما جيت الشركه. احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا ان احنا عايزين نبقى عندنا افكار جديده، ويبقى في تكنيك مختلف ننزل بيه السوق. عندكم وقت قد ايه؟ شهر بالظبط، ولازم اكون مقدمه كل حاجه عن الموضوع ده. ياه شهر؟ ده انتوا ايقاعكم هنا غير ابو ظبي خالص. طيب اديني كده يومين ثلاثه وانا هطلع بكونسبت. يومين ثلاثه ايه؟ انت فاكر نفسك كمبيوتر؟ لا كمبيوتر ايه، انا اللي بشغل الكمبيوتر. بس انا بس محتاج كده بس كل الداتا اديهاني والهام كده من عند ربنا، واديني يومين ثلاثه وهتلاقيني جاي لك بكونسبت اعرضه عليكي. ماشي اتفقنا. اوكي انت بقى مستغربه ان هو قالك يومين وخلاص؟ ايوه طبعا الموضوع ياخد اكتر من كده بكتير. مش عايز افاجئك واقول لك ان يومين ده هو كده بطيء. الطبيعي بتاع كريم ان هو بينجز اي حوار في 24 ساعه. يا بنتي احنا كنا مسمينه ملبوس. مش للدرجات دي يعني. والله العظيم يا بنتي اشطر مني ومنك 100 مره مثلا. ده شكله ملبوس فعلا، ده بيتكلم. طب شوفي كده عايز ايه. الو؟ ايوه كريم. اسال. خلصت ايه؟ انت قلت عايز يومين وفات 6 ساعات بس. طيب خلاص انا هاجي بدري بكره نص ساعه عشان نقعد مع بعض. طيب اوكي وانت من اهل. بيقول خلص. شو قلت لك؟ بقول لك ايه؟ ما سيبك من الشغل شويه بقى، انا عايز اتكلم معاك في موضوع. ايه؟ انا بقول بقى يلا نخلف ممكن. انت ايه اللي طلعها في دماغك فجاه؟ مش انت اللي كنت بتقول ناجل 2 سنين؟ انا قلت كده فعلا. انا قلت كده عشان حاله الماديه ما كانتش مستقره، ما كنتش عارف موضوع مكتبي هيمشي ازاي. دلوقتي الاتفاقات اللي انا بعملها مع الشركه الصينيه هتخلي حاله الماديه كويسه جدا، فانا بقول ان احنا نتكل على الله بقى. مش عارف، خليني افكر في الموضوع ده. تفكري؟ غريبة دي، ده انت كنت متحمسة للموضوع أكتر مني. أيوة طبعا ولسه متحمسة، بس تعالى نأجل الموضوع ده شهر أو شهرين، أصل أنا عندي شغل كتير جدا الفترة الجاية. ماشي ولا يهمك. بصي بقى ده كونسبت أنا قعدت أشتغل عليه، عايزك تبقي تبصي عليه وتقولي لي ايه رايك. تمام وريني. ده الديزاينز اهي. اوكي اهو. يا ابن اللذينه ازاي جات لك الفكره دي؟ سوري مش قصدي على ابن اللذينه. لا لا يا رب اللذينه فعلا. ولا سوري ولا حاجه. اهو استني. طب اقعد ايه بس، احنا ورانا شغل. بصي انا فكرت في حاجه دلوقتي، لما الناس تبقى عايزه تشتري تليفون Thank you.
ايه تعبت؟ شويه بس قشطه مبسوط بجد. مبسوط وانت شغال معانا؟ اكيد طبعا. بصراحه يعني انا مش بحس ان انتي مديرتي خالص بجد. بحس ان احنا تيم كده وعجباني قوي الكيمستري اللي ما بيننا بجد. بقيت بابا مبسوط قوي كل يوم الصبح وانا جايه الشغل. وانا كمان متحمسه قوي وانا جايه الشركه، كنتش كده قبل كده. ده من ساعه ما انا جيت. ايوه. طب ده معناه ايه؟ مش عارف. هات لي فوطه من عندك يا كريم.